من واجبات الحج. وقلنا تعريف الواجب في الحج، ما هو تعريف الواجبات في الحج؟ ها؟ لا ايوه التعريف يا جماعه، ده الفرق بين الواجب والركن. لكن التعريف من البدايه شنو؟ ايوه هو الذي يجب الاتيان به، ايوه، واذا لم يؤتى به جبر بدم. وذكر ان واجبات العمره كم؟ اثنين. وذكر واجبات الحج كم؟ سبعه. وسبعه واجبات الحج سبعه، يعني الاثنين بتاعت العمره زائد شنو؟ زائد خمسه. الاثنين بتاعت العمره زائد خمسه. وما هو الركن؟ هو الذي يجب الاتيان به ولا يكون شيء بديلا عنه. يعني الركن اذا سقط ما في شيء بيبقى له بديل، لكن الواجب يجب تاتي به ويجب تفعله، يجب عليك. اذا تركته متعمد انت آثم، لكن بديله طوال يكون شنو الواجب؟ دم. والدم ماله؟ يذبح، يذبح ويوزع على فقراء الحرم، ولا يطعم منه صاحبه شيء. يعني زول العليه والواجب السقط ده صاحب الواجب ما يجوز له ياكل منه، بخلاف الهدي. الهدي ده بيذبح يوم 10 ذي الحجه وثلاثة ايام بعديه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: كل ايام التشريق ذبح. والحديث جود اسناده الالباني رحمه الله تعالى. ذاك ممكن ياكل منه صاحبه او يتصدق او يهدي. والان طبعا قلنا بقت بالوكاله، وتجوز الوكاله، بده قروش لجهات معينه هناك في البلد الحرام، تقول لهم ده هدي او ده كذا، فبيقوم بيذبحوا عنك. طيب، قال: الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفه الى غروب الشمس. ومر معانا ان الوقوف بعرفه ركن، بل هو اعظم ركن من اركان الحج الاربعه، صحيح؟ اعظم ركن، لان بفواته يفوت الحج، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحج عرفه. فكانه جعل كل الحج الوقوف بعرفه، كما قال عليه الصلاه والسلام: الدعاء هو العباده. هنا قال: الوقوف بعرفه الى غروب الشمس من واجبات الحج، وهناك قال ركن. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ هنا قال الوقوف بعرفه ركن، صحيح؟ بل اهم ركن. وهنا قال: الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفه الى غروب الشمس. ايوه، هنا ما مقصود الوقوف بعرفه في حد ذاته، انما مقصود الوقوف بعرفه الى غروب شنو يا جماعه؟ انك تكمل لغروب الشمس، ده هو الواجب. يعني الوقف بعرفه وما كمل لغروب الشمس فهو شنو؟ واجب، وعليه دم. وان كان حجه صحيح لانه وقف بعرفه، لانه لو ما كان وقف بعرفه كان حجه شنو يا جماعه؟ باطل. طيب، قال: لمن وقف بها نهارا. القيد ده اللي جابه الزول المتابع معنا متابعه دقيقه جدا، لكن بيعرف القيد ده اللي جابه شيخ. قال: لمن وقف بها نهارا، لانه من العلماء من جوز الوقوف بعرفه ولو بعد المغيب الشمس، صحيح؟ لحديث عبد الرحمن ابن يعمر الذي رواه اصحاب السنن الأربعة، والحديث صحيح، صحه الألباني، خلاص. الحديث مر معانا قبل صفحة تقريبا. قال عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه: قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. قبل صلاة الفجر، يعني قبل ليلة جمع دي المزدلفة، وقبل صلاة الفجر ليلة المزدلفة، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني بعد ما جيت من عرفة
لا مش بعد مجيء عرفة، بعد ما غابت شمس عرفة، شمس تاسع يوم من شنو؟ من ذي الحجة، خلاص؟ فدي اسمها ليلة الجمع، وقبل الفجر يعني قبل بكرة الصبح في المزدلفة ده، قبله. قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، وجمع يعني المزدلفة، اسمها جمع واسمها المشعر الحرام واسمها المزدلفة، لها ثلاثة أسماء. ليلة، وقال بعض العلماء: المشعر الحرام ليس هو اسم للمزدلفة كلها، إنما هو اسم الجبل الذي هو في المزدلفة، وده رأي الشيخ الألباني رحمه الله في منسكه. أما رأي غيري من العلماء أن المشعر الحرام الذي ذكر في القرآن هي كل المزدلفة. المهم، قال: ليلة جمع، ليلة جمع يعني بعد مغيب الشمس من عرفة، لأنه الناس بيمشوا لجمع للمزدلفة بتين بعد مغيب الشمس من عرفة، فقال ليلة جمع، من جاء ليلة جمع فقد تم حجه إذا جاء إلى عرفة، إذا جاء إلى عرفة ليلة جمع، ليلة المزدلفة يعني بعد غروب شمس يوم عرفة، إذا جاء عرفة حج شنو؟ صحيح. وده الراجح لهذا الحديث الصحيح، وعكس رأي وفتوى الشيخ النووي والإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح. طيب، عشان كده هنا قال شنو؟ قال: لمن وقف بها نهارا، جاب القيد ده عشان يخرج الجا وقف بها شنو؟ بالليل، في عرفة بالليل. قال: لحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر ده يا جماعة هو أعظم حديث حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج، زي عندنا في الصلاة أطول حديث في صفة الصلاة حديث المسيء صلاته، هنا في الحج الفقهاء بيسموه حديث جابر أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وألف فيها الشيخ الألباني مجلد كامل، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وهو من أعظم وأنفس الكتب في مناسك الحج والعمرة. قال: وفيه: فلم يزل واقفا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. يعني كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى متى؟ إلى غروب الشمس، بل إلى ذهاب الصفرة قليلا، يعني قبل وقت العشاء بشوية، لأنه لو ذهبت الصفرة، الصفرة دي تكون بعد مغيب الشمس موجودة الآن، لو طلعت تلقاها موجودة إذا ما في غيم، فإذا غابت الصفرة التي بعد مغيب الشمس فقد دخل وقت العشاء. لكن هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني وقت المغرب عدى وقرب لوقت العشاء لكن ما دخل وقت العشاء، ده كان نهاية وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غاب القرص، يعني قرص الشمس. إذن الماء بيقيف لحد الوقت ده فقد فاته شنو يا جماعة؟ واجب، وعليه دم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر. يعني الشيخ جاب الحديث الثاني ده: لتأخذوا عني مناسككم، تعضيد للحديث شنو؟ الأول، لأنه الحديث الأول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، من فعله، عشان كده طوالي جاب شنو؟ لتأخذوا عني مناسككم، جاب القول إنه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابع: المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفاء من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. طيب، نرجع للواجب الثالث، تنبيه مهم: ماذا يفعل الحاج في عرفة؟ يستقبل القبلة
يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة من الكتاب والسنة، وهي الأفضل وهي الأكمل والأشمل. فإذا لم يستطع فإنه يدعو بخيري الدنيا والآخرة مما يعلم ومما يعرف، مما ليس فيه قطيعة رحم ولا مأثر، ويطيل الدعاء. ويفعل أيضاً الحاج في وقوفه في عرفة التهليل لقوله عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في رواية، وفي رواية يميت وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا التهليل في وقوفه في عرفة ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يقرأ القرآن ويكثر من الدعاء، لأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار مثل يوم عرفة. وإن الرب جل وعلا لينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بعباده ملائكته، يقول: انظروا جاءوني شعثاً غبراً فيغفر لهم جميعاً. هو أعظم يوم يعتق الله فيه سبحانه وتعالى رقاب العباد من النار، وهو أعظم يوم يكون الشيطان فيه ذليلاً وحقيراً كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرابع من واجبات الحج: المبيت بمزدلفة. وقد جعله الشيخ الألباني رحمه الله من أركان الحج. فعند الشيخ الألباني أركان الحج كم؟ خمسة ما أربعة. المهم، وهنا عند الشيخ حفظه الله في هذا المتن جعل من واجبات الحج، قال: المبيت بمزدلفة، وكذلك صلاة الصبح فيها إلا للضعف والنساء، إلا للضعف والنساء كما سيأتي. قال: لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو يا جماعة مزدلفة، فهذا هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة. أين الدليل على الوجوب؟ الأمر في قوله تعالى: فاذكروا، فاذكروا، هذا فعل أمر، والأمر عند أهل الأصول الأصل فيه الوجوب ما لم يأتي صارف، ولم يأتي صارف. عشان كده الشيخ قال: الرابع من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، وكذلك صلاة الصبح فيها واجب، صلاة الصبح فيها واجب إلا لمن رخص له. قال: والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس. قال: والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم، أي للضعف والنساء، يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. والكلام مالو يا جماعة؟ واضح، واضح. طالما رخص لهؤلاء معناته الأمر أصلا شنو يا جماعة؟ واجب، وإلا ما احتج فيه إلى الترخيص. ويصلي الحاج في مزدلفة صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يجلس في مصلاه إن تيسر حتى يسفر جدا، هكذا السنة. يسفر مش معناته الشمس تشرق، لا، لحد ما الضوء بتاع الفجر يتضح جدا، لكن قبل شروق الشمس، ويخرج منها قبل شروق الشمس، هذه السنة. نعم، إذا رجع من عرفة، دي نقطة نسينا، إذا رجع من عرفة وقلنا يطلع بعد مغيب الشمس، يصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا، يجمع شنو يا جماعة؟ يجمع بيناتهم بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. والسنة أن يجمع بينهما في وقت واحد حال وصوله، بل إن السنة أن يصليهما قبل أن يبرك الجمال والبعير، دي السنة كده كما جاء في السنة، قبل ما يبرك الجمال يصليهم، ومعنى هذا أن يبادر إلى صلاته.
لكن قال العلماء لا بأس، كما ذكر الشيخ الألباني قال لا بأس أن يفرق بينهما، يعني يصلي المغرب وممكن يرتاح شوي وبعد ذلك يصلي شنو العشاء، إلا أن الأفضل أن يبادر إليهما قبل أن يبرك بعيره، وده بي يعني مقاس زمان. الآن ممكن أول ما وصل طوال يصلي خلاص المغرب والعشاء. ها يجمع المغرب مع العشاء، يجمع المغرب مع العشاء. أنا ما أذكر إنه يقصر العشاء ولا ما يقصر، ما أذكر والله. أقرأ الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال عن الإجابي رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. رواه البخاري. ولحديث عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بالبيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح، وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنه دال على وجوبه. طيب قال الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. طيب رمي جمرة العقبة يرمى يوم النحر يعني يوم عشرة، ترمى يوم النحر يعني يوم عشرة شنو يا جماعة؟ ذي الحجة، وترمى بسبع حصيات مثل حصى الحزف، يعني قدر اللي بيسموه شنو يا أبو بكر؟ الميم اللوبة والميم، يعني حاجة كده قدر نوايت النبكة، يعني الإنسان ما يتشدد فيها، يقول ده إبليس وشيطان ويشيل حاجة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. دي قصة الحديث، حديث إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أصلا جاء في مسألة شنو هذا الحصى، حصى الرمي، ويلتقط هذا الحصى من منى أو من أي طريق، ما شرط من مزدلفة، من أي طريق، والسنة من منى، لكن يعني إذا التقطه من أي مكان لا بأس، وليس من السنة أن يغسل الحصى، لأنه في بعض الحجاج هناك عشوا بدعة عجيبة، يغسلوه ويطيبوه وكذا، لأنه بيعتبروه يعني دي حاجة عظيمة وكذا، ربما يتبركوا به، وده باطل ما صحيح. طيب فيرمى يوم النحر، وبهذا الرمي على القول الراجح يتحلل الإنسان التحلل الأول، خلافا لما قاله كثير من العلماء. قال بعض علمائنا الإنسان لا يتحلل من التحلل الأول إلا بالرمي يوم العيد، رمي جمرة العقبة دي والحلق، والسند على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، لكن زيادة وحلقتم
ضعيفة ضعف الشيخ الألباني، ونصر الرواية وصححها بدون وحلقته في السلسلة الصحيحة حديث رقم 239 في المجلد الأول 239، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. إذن إذا رميت جمرة العقبة اللي هو يوم العيد يوم 10 ذي الحجة حل لك أي شيء، تطيب أي شيء حل لك، إلا شنو يا جماعة؟ إلا النساء. أم ده التحلل يا تو الأول أو الأصغر؟ أما التحلل الأكبر إنه يحل لك كل شيء حتى النساء، فهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة ونحر هديه. ده القول الصحيح، المسألة فيها خلاف كثير. ونحر هديه وحلق ورمى. أما قول بعض العلماء يتحلل الإنسان التحلل الأصغر أو الأول باثنتين، مش كده؟ من أربع، ويتحلل التحلل الأكبر بثلاث من أربع. الشيخ العثيمين قال القول ده أول شيء ما عليه دليل، لا من كتاب لا من سنة. وثانيا قول ضعيف، قال إنما استندوا على القياس وقياسهم ضعيف وليس له أصلا مستند شرعي. طيب، قال الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال، وذكر حديث جابر للدلالة على جوازها قبل الزوال. أما وبعده جاء بعدك حديث أخرى، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال أيضا دل عليه حديث جابر قال: وأما بعد فإذا زالت الشمس. الزوال ده شنو؟ الزوال ده ما مغيب الشمس يا جماعة، الزوال الشمس في نص النهار بتكون في كبد السماء ويكون ظل كل شيء تحته، إلا ما يالن الشمس عندنا في السودان ناحية الجنوب أو ناحية الشمال في الشتاء، الظل اللي بيكون ماشي شمال أو ماشي جنوب ده ما محسوب. نحن نقصد الظل اللي بيجي من أي جسم بيمشي لغرب أو بيمشي لشرق، ده بيكون تحتك، الشرقي أو الغربي ده بيكون تحتك، ده تعامد الشمس، ويسمى وقت الظهيرة. أول ما الشمس تزح من نص السماء من كبد السماء ولو قليلا، ده اسمه شنو يا جماعة؟ الزوال. والزوال أصلا إنه الشمس تزح قليلا أصلا، هذا هو الزوال. الشمس لما تكون تتعامد ده وقت نهي من في الصلاة النافلة زي بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ده وقت ثالث تعامد الشمس. فلما تزح شوية ده الزوال، ده اسمه وقت الزوال. فرمي جمرة العقبة يوم النحر يكون قبل الزوال فيكون بعده. أما رمي الجمرات الثلاث يوم 11 ذي الحجة و 12 و 13 ذي الحجة، دي بتكون يا جماعة شنو؟ بعد الزوال. وبدأ يذكر لك الأحاديث دلالة على هذه المسائل. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنن فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. وجاب الحديث الثاني ده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج. ده شاهدنا، لأنه ده يوم النحر كان، والرجل ده قال لي رميت بعد ما شنو؟ أمسيت. يعني يجوز برضو الرمي بعد شنو يا جماعة؟ الزوال، ولو بعد ما أمسيت معناته يجوز الرمي بعد الزوال. هذا دلالة على كلام الشيخ، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده. قال: ولقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. أيضا ده دليل آخر على هذه المسألة نفسها. ولحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر، ليه؟ لأنه مشغولين برعيه، يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. قال: وغيره بإسناد، روى النسائي وغيره بإسناد صحيح. قال: وترخيص للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه،
الحديث الأخير ده بتاع الترخيص للرعاة، إنهم يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، دليل الشيخ جابوا دليل على وجوب الرمي، ما أصلاً قال لك الواجب الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة، ما جابوا دليل على الوقت، لا الحديث الأخير ده جابوا دليل على وجوب شنو يا جماعة؟ الرمي إنه واجب من واجبات الحج. قال والدليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم لأنهم مشغولين برعيهم، فكونه رخص لهم إنهم يجمعوا جمرة الرمي يومين في يوم ده دليل على الوجوب، لأنه لو ما كان واجب كان قال لهم ارموا يوم واحد وفوتوا واليوم الثاني خلوه. طيب نعم أقرأ. السادس المعيد بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث المتأخرين وليلتين المتعجلين، لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ورفع في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عليم المتقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. السادس من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. أيام التشريق يا جماعة الثلاث يوم 11 ذي الحجة ده أول يوم، 12 ذي الحجة ثاني يوم، و13 ذي الحجة ثالث يوم. فكونهم يبيتوا هذه الأيام الثلاث أيام التشريق دي من واجبات الحج، لكن المتأخر ببيت ثلاثة ليالي لأنه حيرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق، والمتعجل حيبيت ليلتين، والدليل الآية واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال والدليل الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. يعني يجوز أن الإنسان حتى المتأخر ذاته ممكن يخرج خلاص من منى بعد ما يرمي طوال الجمرة الثالثة في اليوم الثالث من أيام التشريق، يجوز يطلع من منى طوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودليل آخر ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فكونه رخص لهم واحتاجوا إلى رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن الأمر واجب والمبيت واجب، إذ لو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام لضرورتهم وحاجتهم. وذكر حديث العباس وحديث عاصم بن عدي المتقدم، نعم والكلام واضح. وقاس عليهم الجنود والأطباء، الجنود اللي بيكونوا في الصغور جاء حجة وراجع إلى مهمة، يعني مهمة جدا في الجيش، ممكن يأخذ بهذه الرخصة. السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائط في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائط في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. عهدي.
عهده بالبيت حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حام الصبية قال حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. طيب، طواف الوداع يا جماعة من واجبات الحج وليس من أركان الحج. ومسألة مهمة أنبه عليها، مسألة الرمل والاطباع. الاطباع إنه الإنسان لما داير يطوف حول الكعبة بيطلع، ده بالنسبة للرجل خاصة، بيطلع كتفه اليمين برا. أما الرمل، الثلاث أشواط الأولى في الطواف حول الكعبة بيسعى، يعني يكون بين الجري وبين شنو؟ المشي، يسرع في الخطى، دي من السنة. الاطباع ما بيكون في الثلاث أشواط الأولى، بيكون في السبع أشواط كلها تحت الطواف. أما الرمل اللي هو الإسراع في الخطى، ده بيكون في الثلاث أشواط الأولى، بعد ذاك يمشي عادي. لكن كل هذا إذا تيسر، بالذات في الرمل، وتحديدا في الرمل إذا تيسر. إذا في زحام شديد ما يقوم يقول أنا أسعى ويضرب زول قدامه. لأنه ذكرنا قاعدة ذكر الشيخ العثيمين في الدرس الماضي، ما هي؟ ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة والأذية. ودي قاعدة قلنا عامة، يعني مضطردة، تدخل في أبواب كثيرة من الفقه. طيب، يلا، الاطباع والرمل ده ما بيكون في الحج إلا في الطواف الأول بس، ما بيكون في الحج إلا في الطواف ياتو الأول بس. في الطواف الأول بالنسبة للمتمتع هيكون طواف شنو؟ العمرة. أنتوا يا جماعة ما معي، بخرتوا الدروس الفات. الطواف الأول للمتمتع يا كباش، أحمد عصام ده كان غايب عنده ظرف حارج جدا، قال لي هو شنو؟ ما الظرف، الموضوع بتاعنا هنا، قال لي هو شنو طواف شنو يا جماعة؟ العمرة. بيكون في أول طواف للمتمتع، أول طواف للمتمتع هو شنو؟ طواف العمرة. وأول طواف بالنسبة للقارن وشنو المفرد اللي هو طواف شنو؟ القدوم يا ناس، إفاضة كيف؟ القدوم. ويجوز، نعم يجوز للقارن والمفرد إنهم طوافهم طواف الإفاضة، لا، سعيهم يكون مع سعي شنو؟ مع سعي القدوم، سعيهم مع سعي القدوم. يعني ما يشترط يجي يسعوا سعي الحج ثاني في عشرة ذي الحجة زي المتمتع. والمتمتع عنده سعيين، لأنه سعي مع عمرته وسعي مع شنو؟ سعي الحج بتاعه بيكون يوم عشرة ذي الحجة، يوم النحر، أول يوم في العيد بعد طواف الإفاضة، ويجوز يكون قبل طواف الإفاضة، يجوز. طيب، المهم، فالاطباع والرمل ده ما بيكون إلا في شنو يا جماعة؟ في أول طواف في الحج. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع اللي قاعد نتكلم عنه الآن في واجبات الحج، ده ما فيه لا اطباع لا فيه شنو؟ رمل. طيب، قال السابع من واجبات الحج طواف الوداع، وذكر الأدلة على وجوب طواف الوداع. الدليل الأول قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. الثاني حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس يعني بطواف الوداع، لأنه قال أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، وآخر عهدهم بالبيت يعني الوداع. طيب، رواه البخاري ومسلم. قال والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه. يعني حديث ابن عباس ده فيه شنو؟ فيه دليلين على وجوب طواف الوداع. مين يذكرهم لنا؟ فيه دليلين، نعم. أول حاجة أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت اللي هو طواف الوداع. الثاني الترخيص للحائض، ويلحق بالحائض شنو يا جماعة؟ النفساء. والعلماء قالوا هنا قاعدة، دائما الحائض والنفساء شركاء في معظم أحكام الشريعة التي تختص بالحيض والنفاس، دائما شركاء، أو في الغالب الأعظم شركاء. طيب، قال أيضا ولحديث ابن عباس كان الناس ينصرفون في كل وجه
يعني ما بيطوفوا الوداع، انتهوا كل ذل بفوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، يعني يطوف بالبيت. والطواف يا جماعه بالبيت ما عنده علاقه ذاته بالحج والعمره بس، ممكن الانسان داخل مكه في اي وقت يطوف شنو يا جماعه؟ بالبيت عباده، والصحابه كانوا يفعلوا ذلك. طيب، رواه مسلم. والطواف ذاته يا جماعه صلاه، الا انه ابيح فيه الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكثر فيه الكلام، واحد. وفي روايه قال: ولا تقول فيه الا خيرا. الروايتين صححهم الالباني، يعني انت طايف يجوز لك تتكلم، لكن بشرطين. الشرط الاول عدم الاكثار من الكلام اللي هو الكلام الغير ذكر الله عز وجل. اثنين: لا تقول الا خيرا. والافضل لك ان تترك الكلام ذاته، تذكر الله عز وجل وتقرأ القرآن وتدعو، والدعاء هناك مستجاب وأحرى بالإجابة أكثر من غيره، وهكذا. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: حابستنا هي. فلما علم أنها فاضت يوم النحر قال: أخرجوا. رواه البخاري ومسلم، وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة حابست. نعم، فضل. لا لا لا، ما في العمرة. العمرة امبارح شرحناها، لكن في ناس كانوا غايبين. الوكالات العمرة سهلة جدا، تحرم وتظهر شعائر النسك في الميقات. وصلت الكعبة، أول ما أحرمت تلبي، لحد ما وصلت الكعبة تقيف من التلبية اللي هي لبيك اللهم لبيك إلى آخره. تجعل الكعبة على يدك اليسار وتمشي إلى الحجر لو تيسر. والحجر قلنا عندنا فيه سنن. السنة الأولى تستلم، قال ابن تيمية: الاستلام هو مسحه أو لمسه باليد، ده الاستلام، يعني مش تمسكه كده، إنما كده ده الاستلام. ثانيا: تقبيله، سنة. ثالثا: السجود عليه، كما صح الألباني الرواية، ودي من السنن المهجورة، السجود بالإيماء ناويا السجود. وإذا لم يتيسر هذا كله بسبب الزحام تتركه حتى لو ما استلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس عند الحجر الأسود، فإن تيسر لك فاستلمه وإلا فأشر إليه. فمن بعيد تشير له، تقول بسم الله والله أكبر، وذلك في كل طوفة. الركن اليماني تستلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استلام الحجر الأسود. والركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا حطة، تستلمه هكذا بيدك، لكن ما يجوز تقبله ولا يجوز تسجد عليه. وإذا ما وصلت للاستلام ما يجوز تشير له من بعيد كالحجر الأسود. تطوف سبع طوفات، انتهيت من السبع طوفات تغطي الاطباع وتصلي ركعتين خلف المقام بتاع ابراهيم، ما تيسر فأي مكان من البيت. تتوجه الى الصفا والمروه، تبدا بالصفا وتقول: ابدا بما بدا الله به، وتقرا الايه: ان الصفا والمروه من شعائر الله، الايه، وتدعو. تتجه الى الكعبه، الالباني قال دي من السنن المهجوره، لانه ما اي زول بيقدر يرى الكعبه من ذلك الموضع الا الناس العارفين السنة دي وعارفين الموضع ذاته. فمن الصفا ممكن تشوف الكعبة، لكن من المروة صعب. ومن الصفا ذاته إلا زول عارف وواضحة، لكن زول يكون عارف موضعها. وتدعو، في دعاء تقوله، أنا بس ما أقدر أطول بيكم، المهم تقوله موجود في الكتب. انتهيت تمشي للمروة وتسعى بين العالمين الأخضرين. وأصله ما فعلته هاجر رضي الله عنها، كانت لما تجي في الموضع ده تجري شديد، طلبا للماء لولدها اسماعيل. لكن الجري هنا سنته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري حتى تظهر ركبته، ده النص كده صح ولا الباني، تجري لحد ما ركبك يصرف، جري مره واحد. وهذا للرجال دون النساء. بعض العلماء قالوا النساء ما يجرين هنا، الالباني قال لكن اذا ما في زول قال السنه للنساء يجري يجرن، قال لانه الاصل هو جري منه هاجر. شوف اللي سيدنا على الباني، لانه الاصل هو جري مره ما جري راجل، فقال لكن اذا شنو اذا ما في رجال اصلا، اذا حصل يعني ما مره كان نسوان برايم، اذا حصل الله اعلم ممكن يجري. المهم تمشي للمروه دي واحد، ترجع للصفا كده اثنين، في ناس هناك بيعملوا 14 بيمشوا بيجوا يقول واحد، يمشي يجي اثنين، ده خطا باطل. تمشي واحد وترجع اثنين وتمشي، يعني بدل بالصفا تنتهي بشنو؟ بالمروة. كي
كذا العمرة انتهت، فضل لك بس تحلق راسك إما صلعة وده الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة 3 مرات وبالمغفرة في رواية 3 مرات. وإما تقصير، التقصير إنك شعرك كله تقصر سواء كان تخليه كثير أو بسيط شديد، المهم الشرط إنك تشيل منه كله. ما زي جماعة اللابدين في الصفا يقوم يشيل لك شعرتين من هنا ويقول لك كم يشيل منك 10 ريال، ده ما من السنة. ومن فعل ذلك كان محرما، ولو قعد رجع السودان سنة وقعد في إحرامه ما عارف، لأنه الإنسان ما بيتحلل من العمرة إلا لحد ما شنو يا جماعة يحلق دي العمرة. طيب بعد ذاك في سنن مستحبة فيها، خلوا الأسئلة بعدين. تفضل. ثاني لو غبت من عيد لك. المستحبات في الحج والعمرة، المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليكفر بثوابها وأجلها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والانطباع في أول الطواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف واستلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراء في السعي بين العالمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. طيب، المستحبات في الحج والعمرة هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها واجرها، لكن لا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه اثم، يعني تختلف من شنو؟ من الواجب، وتختلف من شنو؟ من الركن. طيب، الا اذا كان قال تركها رغبه عنها فانه ياثم، اذا كان يرغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانه ياثم، واستدل بالحديث: من رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بالسنه في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنه سواء كان فرضا او واجبا او مستحبا. قال لكن الشيخ استدل به هنا على مسألة شنو يا جماعة؟ المستحبات. لكن استدرك وراك انه الحديث اصلا هو مطلق في السنة كلها، لأن السنة احيانا تكون واجبة زي اللحية مثلا، واحيانا تكون شنو؟ تكون مستحبة، واحيانا تكون فرض. الفرق بين الفرض والواجب شنو؟ ذكرنا الكلام ده امبارح، قلنا في اصطلاح بعض الفقهاء الفرض بيطلقوه على شنو؟ الركن، ومنهم الشيخ العباد. والواجب ده غير شنو؟ غير الركن. طيب، قال: او مستحبه. والمندوبات في الحج والعمره كثيره، منها الرمل، الرمل بيناه قبيل، والاطباع، ويكونان في اول طواف ياتي به المحرم بحج او عمره اذا قدم مكه، وفصلنا في هذا الكلام. قال: ومن المندوبات اي المستحبات تقبيل الحجر الاسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وتكلمنا عنها كلها. قال: وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. فرضا أو واجبا دي كلها أشرنا لها، أو مستحبا قلنا الزول لو جاء الكعبة هو غير حاج وغير معتمر ممكن شنو يا جماعة؟ ممكن يطوف، دي من السنة. وإذا طاف ممكن يقعد طوالي بدون ما يصلي ركعتين تحية المسجد. خلاص؟ طيب. وإذا ما دار يطوف لازم يصلي شنو؟ الركعتين بعد ذلك يجلس. قال: والشرب من ماء زمزم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. الصفوجية قالوا، طبعا دي الناس متنطعين جدا، قالوا: ماء زمزم الا تمشي تشربها هناك محله،
اها محلها كيف؟ ما بقى ما في بير الا نخش جوا البير، ده باطل. شيخ الألباني صحح احاديث منها ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما قبل ان يفتح مكه وكان في المدينه كان يرسل الى سهيل ابن عمرو ويقول له ان اهد الينا من ماء زمزم، وكان يرسل اليه من مكه الى المدينه ماء زمزم، وكان الصحابه يحملونها من مكه ويخرجون بها خارج مكه، فبركتها قائمه سواء كان داخل مكه ولا في الصين، طالما هي مويه شنو يا جماعه؟ مويه زمزم، وهي لما شرب له ولما شرب له. فسرها علماؤنا بتفسيرين، اما تشرب بنيه والنيه مكانه القلب، واما تدعو وتشربه، والدعاء اما قبلي واما بعدي، كل واحد كما قال الشيخ سليمان الرعيلي. الشيخ الألباني قال: ولكن لا يعتقد ان النفع في ماء زمزم وان التوفيق فيها، وانما التوفيق من الله بسبب الدعاء، وهي سبب. دي قيد مهم جدا، لانه في ناس الواحد يشرب ماء زمزم يشرب له منها 4 كيلو ويعتقد انه هي ذات اللي حتسوي له وبتوقي زول يحفظه وبتدي قروش، لا ده ذاته شرك، هي سبب. ولذلك شرع الدعاء عندها لتعلم انها شنو؟ انها سبب. طيب نعم. طيب، ومن السنن في ماء زمزم الصب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب منها صب على راسه بسنه، بعد ما يشرب منها سنه، ويصب على الراس تحديدا دي سنة أخرى. وصح الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب ماء زمزم على المرضى فيبرؤون، يعني يجيب المريض يكب عليه ذاته ماء زمزم فيبرؤون بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: ومن المستحبات الصعود على الصفا والمروة، مع انه السعي بين الصفا والمروه بعض العلماء قلنا جمهور العلماء جعلوا ركن في الحج، صحيح؟ والاجماع على انه ليس بركن انما هو شنو؟ واجب. فمن قال انه ركن يعني ما في بديل عنه اصلا، ومن قال انه واجب فمن فاته فعليه بأن يجبره بدم. لكن هنا تاني جابوا بالمستحبات، مين جاوب؟ هنا قال: من المستحبات الصعود على الصفا والمروة. أيوة، الركن أو الواجب في السعي بين الصفا والمروة، أما المستحب هو الصعود على جبل الصفا أو الصعود يعني تركب فوق جبل المروة، يعني معناته يجزئ شنو يا جماعة؟ يجزئ في الواجب إنك تحصل لحد عند الصف، عامل لك حد كده الان بالابيض في الواطه وبحاجه فضيه تقريبا، وبعد ذاك الجبل عامل كده فيه بلاط، وبعد ذاك الجبل فوق، وبيبدا من البلاط المدحرج ده الجبل. فكونه بس تحصل الحد وترجع انت اديت الواجب، لكن لو داير المستحب زياده على الواجب تقوم شنو؟ تركب فوق. لكن المستحب ده يترك اذا كان شنو؟ من السنه ان يترك اذا كان في شنو؟ في زحمة، هنا تؤجر على تركك لهذا المستحب. طيب، لا هو إذا كان ما لازم تطلع ذاته يبقى من باب أولى وأحرى يا أنس إنك ما لازم شنو؟ تلف، واللفة دي ذاتها هي ما عندها علاقة بالسنة. في ناس بيطلعوا كده في بتاعة تخينة مش أسطوانة عمود تخين يعتقدوا إنه إلا يلفوا بها، وكان ضيق شديد. طيب، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم العذاب وحده إلى آخره، ده كله مستحب فيه. والإسراع في السعي بين العلمين ذكرناه قبيل، والبقاء في منن يوم التروية، التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة وليلة عرفة، دي كلها مستحبات. لكن انتبه، المبيت في منى نفسها احيانا يكون واجب واحيانا يكون مستحب،
مين يفرق لنا؟ الكلام ده ذكرناه، 200 يكون واجب و200 يكون مستحب. في ليالي اسهل لكم، في ليالي فيها مستحب المبيت في منى، وليالي فيها واجب. مما درستم الان في ليالي ايام التشريق المبيت ماله واجب، 3 ليالي للمتاخرين وليلتين للمتعجلين. وقال يوم التروية المبيت في منى وليلة عرفة ماله مستحب، اللي هو قبل العيد. يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وده اليوم بالنسبة للمتمتع بيلبس الإحرام تاني من جديد بعد ما فكوه من العمرة، يلبسه تاني من جديد ويتوجه من مكانه في مكة أو في غيره، يمشي وين؟ يمشي عرفة ملبيا في الطريق مهللا لحد ما يصل منى. ده يوم 8 ذي الحجة، وسمي بالتروية لأنه كان بينقلوا فيه والموية زمان الري، عشان كده سمي بالتروية. فالمبيت في الليلة دي ليلة 9، ليلة عرفة يوم 8، ليلة 9 ليلة عرفة، ده ماله يا جماعة؟ مستحب. يعني لو ما مشيت ما عليك حاجة، لكن لو مشيت شنو؟ أفضل. طيب، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك، كل هذا من المستحبات. المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن بغيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، ومن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منهم. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرض، وهو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها. رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرض، ولجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذرها. وهو جور عن طريقنا، جور. جور. وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذرها من طريقكم. فحتى له ذات علم، فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحتى لأهل العراق ذات علم باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه محرم عند محاذاتها، فإنه يحرم فإنه يحرم يحرم
فإنه يحرم عند معاداتها برًا أو جوًا أو بحرًا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إقراره وخالف الأولى. قال من يدرك الإجماع وإنه على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجًا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة ومن تجاوز ميقاته غير محرم، كاليمن الذي مر بلبنان مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، والذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه بهذا التجاوز لأنه لم يرد بإحرام ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم لإحرام ميقاتها. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه، ووجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. طيب الأذان. طيب، قال المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. وأول شيء تناول المواقيت المكانية وعرفها. قال: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج والعمرة أن يحرم منها. وأخذت القيد ده مريدا، هذا القيد مريدا الحج والعمرة، ليخرج به من لم يرد الحج والعمرة. فالذي لا يريد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت فإنه لا يحرم ولا يجب عليه الإحرام، لأنه أصلا هو ما ماشي لا حج ولا عمرة. قال: وقد جاء بيان، وبعدك حيتكلم عن المواقيت الزمانية، وهي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. المهم هنا في المواقيت المكانية، قال: جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ده ميقات مكاني لأهل المدينة وهو ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. دي كم ميقات؟ أربعة. وفي ميقات خامس لأهل العراق، جابوا من حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابوا موقوف على عمر، عمر ما كان يعلم الحديث فوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ذلك من موافقاته للوحي رضي الله عنه. قال: هن لهم، لأن الناس في المواقيت المكانية ثلاثة أصناف. الصف الأول قال: هن لهم ليمنوا أهل المدينة الميقات حقهم ذو الحليفة، يبقى ذو الحليفة لأهل المدينة، هن لهم. وكذلك أهل الشام الجحفة لأهل الشام، وهكذا. ده معنى هن لهم، أي لأهلها. وده الصنف الأول، إنه أهل المدينة ده ميقات. الصنف الثاني قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن. في ناس ما ساكنين حول المواقيت الخمسة دي، ده الصنف الثاني. إذا مروا زول جميل الصين مر بأحد هذه المواقيت يبقى ميقاته ما مر به، ده الصنف الثاني، ميقاته يا جماعة ما مر به. وده ينطبق علينا نحن شنو؟ السودانيين. نحن ما من أهل ميقات معين، إنما نحن نمر بميقات معين، عشان كده نحن ميقاتنا ما جدة يا جماعة، بفتاوى بتاعت لكلكة إنه الميقات جدة. الناس اللي بيحرموا من جدة وهم سافروا من السودان، ده الشرط، لأنه لو ساكن جدة
ده من الصنف الثالث حيجينا الآن. لو أصلا ساكن جدة ده يحرم من جدة، لأنه هو بين الميقات وبين شنو يا جماعة؟ بين مكة. وده الصنف الثالث الذكر في الحديث، قال ومن كان دون ذلك، يعني دون الميقات، بين مكة والميقات يعني، فمن حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، وضرب مثال بأهل مكة، من بيوتهم بيحرموا، وأهل جدة من بيوتهم شنو يا جماعة؟ بيحرموا. لكن نحن مرينا بميقات، فكيف نفوت ونحرم من جدة؟ كيف يعني؟ ما يجوز. ومن فعل ذلك ما بنقول حج باطل، لكن عليه شنو؟ دم، لأنه فوت واجب من الواجبات السبعة ذكرناها تحت الحج، عليه دم. طيب ميقات أهل السودان، أنا بس ما أعرف الاسم بتاعه من الأربعة ديل، لو الشيخ أبو بكر ويزول عارف اسمه شنو؟ يلملم. طيب يلا هو بينبهوك له فوق في الجو أو في الباخرة قبل السعودية بشوية كده، واسمه يلملم. فنحن ما عندنا ميقات، نحن من الصنف الثاني بنمر شنو؟ بنمر عليه. الصنف الثالث قال ومن كان دون ذلك زي أهل جدة، فمن حيث أنشأ من جوا بيتك تحرم وتطلع. وحتى أهل مكة من مكة برضو، أهل مكة كل زول من بيته يطلع يمشي، رواه البخاري ومسلم. والحديث فيه فائدة عظيمة جدا يا جماعة، رد على العلمانيين أن السنة وأن التشريع الإسلامي شمل كل شيء بعبارات بسيطة. يعني شوف الأربع عبارات أو الثلاثة عبارات دي، النبي صلى الله عليه وسلم شمل فيها العالم كله، كل العالم، صح ولا ما صح؟ بعبارات شنو؟ بسيطة، شمل فيها كل العالم، اللي بيجي من الهند، اللي بيجي من الصين، اللي بيجي من روسيا، اللي بيجي من ألمانيا، اللي بيجي من السودان، اللي بيجي من المغرب، من الجزائر، من أي نقطة في العالم، النبي صلى الله عليه وسلم شملهم بهذه العبارات البسيطة، لأنه لا يا إما يكونوا من أهل هذه الأربعة، واحد من هذه الأربعة والخمسة نقاط، مش كده مواقيت، يا إما يكونوا من أهلها، يا إما يكونوا ما من أهلها لكن شنو؟ حيمروا عليها، يا إما يكونوا جواها بين أحد المواقيت ومكة. فشمل النبي صلى الله عليه وسلم كل العالم بعبارات شنو؟ وعالج مشكلة العالم كله في ركن من أركان الإسلام بعبارات بسيطة. وهكذا الشريعة، لأنه في ناس أغبياء وحمقى دايرين إنه الشريعة تفصل أي حاجة تفصيل دقيق، لو كان ذلك كذلك لما حفظها أحد، ومن ثم لما استطاع أحد أن يطلع عليها وأن يفهمها. كان يقول مثلا يحرم لهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كان يقول الخبائث دي واحد واثنين وثلاثة، والسجائر من الخبائث، ويشمل البرنجي والبحاري والجولد وكله كده، ما المصحف حيكون قدر كيف. لكن قاعدة عامة، الطيبات ما لا حلال والخبائث ما لا حرام، زي قال واحد جل شيخ وقال لي السجائر حلال ولا حرام؟ قال لي حرام. الآية الدليل ذكر لي الآية، ويحرم عليهم الخبائث. قال لي خبيث يبقى شنو؟ دخل بالمحرمات. قال لي لا، داير آية فيها سجائر. فالشيخ رد عليه قال لي لو جبت لك نص فيه سجائر هتقول لي برنجي ولا بحاري. فالشريعة جابت شنو؟ قواعد عامة، وده من شمول الشريعة يا جماعة ومن عظمتها. وكذلك في هذا الحديث قال وإحرام أهل مكة من مكة، في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج. ليه؟ لأنه إحرام أهل مكة تحديدا بالعمرة، لا العمرة بالذات، لابد يطلع وين؟ التنعيم اللي هو الآن بيسموه مسجد عائش، يطلع الحل، الحل خارج الحرم. والحرم لما يطلق ما يقصد به يا جماعة الكعبة بس اللي انت بتشوف المربع السوداء دي والمسجد اللي حولها طابقين ثلاثة، لا، الحرم ده كله مكة حرم. فكده تلقاه في مكة عامل لك برا بداية حد الحرم، وعكسيها بيغادي برا مكة يقول لك نهاية شنو؟ ختمنا في الحد، مش بقى في الحد، نهاية حد الحرم. وكذلك المدينة، قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين لابتيها، فمن أحدث فيها حدثا الحديث. وجاب أدلة على ذلك، نحن بس ما دائرنا نطول لأن الكلام واضح. قال وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر أيضا
البخاري ومسلم. قال: والميقات الخامس ذات عرق لأهل العراق، وذكر حديث مرفوع وذكر موقوف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. الإنسان لو أحرم قبل الميقات قال صح، وذكر الإجماع على ذلك ما نقل ابن المنذر. لكن لو أحرم بعد الميقات حرام يأثم، إلا إذا كان متأولا فإنه يرفع عنه الإثم، من ناحية الإثم يرفع عنه ويتحمل هذا الإثم من أفتاه، يوم دكتور فلان في جبرة وغير وغير وغير. طيب، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزم الإحرام منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط قال: ممن أراد الحج أو العمرة. قال: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني، ضرب مثال باليمني وده مجرد مثال، الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريق إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها. ودي مسألة خلافية يا جماعة بين علمانا، الشيخ العباد بيرى إنه لا شيء عليه، لكن الشيخ العثيمين وغيره من علمانا بيرى إنه ما يجوز له الكلام طالما نوى العمرة من بلده، لكن قالوا يجوز له إذا أصلا ما كان ناوي عمرة أصلا، ماشي السعودية لشغل لزيارة لأي أمر آخر، بعد ما وصل المدينة أو الرياض أو جدة أو غيره بدأ له أن يعمر، ده قالوا بيجوز له. قالوا لكن لو كان ناوي أصلا زي ما قال الشيخ العباد هنا ناوي العمرة من بلده ده ما يجوز له يتجاوز الميقات إلا وهو شنو؟ محرم. وده الأحوط يا جماعة، ده الأحوط، والمسألة فيها خلاف. الشيخ العباد بيرى الجواز، قال: من تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر به لم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم منها من ذو الحليفة. يعني ظاهر كلام الشيخ إنه ذول أصلا داير عمرة، لكن نيته إنه يمشي المدينة أول يزور المسجد. وليه قال زيارة المسجد ما قال زيارة القبر؟ لا، مش لأنه فيه أجر، لأنه حرام إنك تشد الرحل من بلدك لزيارة قبر الرسول، مع إنه زيارة القبر سنة، لكن شد الرحال لها حرام وبدعة. أنت تشد الرحل لزيارة مسجد الرسول، فإذا وصلت تزور شنو؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. في واحد يسمع الكلام ده يقول لك ديل حرموا زيارة قبر الرسول، ما حرمناه. نحن قلنا شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة بنص الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وده السبب. السجن من الأسباب، السجن في ابن تيمية رحمه الله تعالى إحدى السجون الدخلة بسبب هذه الفتوى. طيب، قال: ومن أحرم، فيبقى الشيخ العباد بيرى إنه حتى لو كان نتو العمرة لكن بس عنده نية تانية إنه يزور وشي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك يحرم، قال ده بيجوز له. وغيره من العلماء يروا إنه طالما نتك عمرة ما يجوز تتجاوز الميقات، تكون محرم تحرم في الميقات وتمشي تزور المدينة أنت محرم، وبعد ذاك تجي شنو؟ راجع. قال: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة، الصحيح الشيخ محمد بن هادي قال الصحيح جدة وليس جدة ولا جدة، قال الصحيح جدة، وصول إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة، وبعد وصول إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة، فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له أو لم يجز له تركه، وجب عليه أن يتمه لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. قال بحالة ثانية
إنه زول أحرم من الميقات بعد ما وصل إلى جدة أمره بالذهاب إلى المدينة، يعني قبل ما يأتي بالعمرة وقبل ما يذهب إلى مكة إلى الكعبة أمره بالذهاب للمدينة، قال ده يبقى في إحرام، وقال طالما أحرم لأنه ربنا قال وأتم الحج والعمرة لله. حتى لو كانت عمرة نافلة، حتى لو كان حج نافلة، فإن العمرة النافلة أو الحج النافلة إذا دخلت فيهما ولو كان نافلة فإن إتمامهما واجب. أنت حجيت حجة الفريضة دار تحج ثاني، أو اعتمرت عمرة الفريضة على قول من قال بوجوب الحج مرة في العمر على المسلم، ووجوب العمرة أيضا غير الحج مرة في العمر على المسلم هو الصحيح. فلو مشيت ثاني عمرة ثانية نافلة أو حج ثاني نافلة، الحج ما نافلة حقك ده لأنه قبيل حجين، والعمرة دي نافلة لأنه قبيل اعتمرتها، هي نافلة، لكن طالما دخلت فيها إتمام شنو؟ واجب بنص الآية وأتموا الحج والعمرة لله. فقال البحر من ميقاته، وحتى لو قال امشي المدينة قبل ما يعمر واجب عليه يبقى في شنو يا جماعة؟ في إحرامه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. من بكرة شيخ أبو بكر يوصل لكم من المواقيت الزمانية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. قال شبهة في العقيدة سنة السجود للحجر الأسود، وهو صحيح يعني الحديث صحيح كما ذكرنا، هل نجمع بين السجود لله والسجود للحجر الأسود وهو لغير الله؟ له ما سجد للحجر، هو سجد على الحجر، أصلا لو كان السجود على شيء دليل على عبادته لكان السجود على الأرض في كل الصلوات الواجب والنافلة دليل على عبادة الأرض. فهمتوا الرد ولا ما فهمتوا؟ بمعنى آخر إن السجود على الحجر وليس سجود للحجر، السجود لمن؟ لله، كما قال الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فالسجود لله وليس للحجر، لكن كان السجود على الحجر كما أنك في السجود في الصلاة تسجد لله ولكن تسجد على الأرض. ده الموضوع يعني. صلاة جزاكم الله.